السلام عليكم أعزائنا الطلبة، محاضرتنا في موضوع الماث ساينس أوبريشن هو توفل ثيوري في الجزء الثالث من المحاضرة الثامنة، وهو متعلق في الحالة الثانية أو الميكانيكية الثانية اللي تدعى باليوني مولكولار ديفيوجن. في الجزء الثاني من المحاضرة الثامنة تم التطرق إلى الميكانيكية الأولى وما يتعرض لها التو فيلم ثيوري في إيجاد قيمة الفلاكس. الآن راح نأخذ الميكانيكية الثانية اللي هي فور يوني مولكولار ديفيوجن، اللي أقصد بها الليكويد ما راح يقوم بعملية الانتشار، وبالتالي قيمة الفلاكس هو MB. مثل ما أخذنا سابقا بأنه المعادلات اللي راح تستخدم هي معادلات تختلف عن الميكانيكية الأولى فقط شكليا في قيمة الكوفيشنت اللي هو الـ K، ولكن ضمنيا قيمة الـ K يحسب من معادلة تختلف عن بعضها البعض، الميكانيكية الأولى عن الميكانيكية الثانية. المعادلات هي لحساب قيمة الفلاكس كما نلاحظها في المعادلة رقم 19، بأنه هذه المعادلة هي بدلالة المول فراكشن. إذن الفلاكس شو يساوينا من جهة الغاز فيس هو الكي واي بدون داش مضروب في مقدار الفرق بالمول فراكشن اللي هو الواي اي بلك ناقصا الواي اي اي، وهنا فرضنا من البداية الواي اي بلك وراح نساويه بالواي اي. وأيضا من جهة الليكويد فيس حيكون الكي اكس هو عبارة عن الفلاكس عبارة عن الكي اكس مضروب في مقدار التغير بالمول فراكشن اللي هو الاكس اي اي اللي هو المول فراكشن للغاز على الانترفيس للليكويد فيس ناقصا الاكس اي بلك اللي هو غيرنا رمزه باللي هو الاكس اي. الهدف من هاي هو ايجاد من وعدنا لازم نوجد قيمة الـ XAI والـ YAI اللي هي المول فراكشن للغاز A على شنو؟ على الانترفيس، وتدعى هاي بالانترفيشال مول فراكشن. هذا الغرض من الإيجاد مالتها. مثل ما سوينا بالكيس الأول راح قلنا نساوي معادلات الفلاكس لهذا الميكانيكية. الغرض من عدها هي نخلي المعادلات بدلالة الكيس الأول ماينس شنو كان؟ ماينس kx داش على ky داش. بس نلاحظ هنا اذا اسويها بهاي الطريقة راح تظهر لنا شنو؟ راح تظهر لنا هذا التعبير اللي هو لانه عندنا الميكانيكية الثانية راح يظهر لنا ماينس kx على ky، وهذا احنا لازم نحولها بهاي الصيغة. دائما احنا نرسم طلاب، هاي الملاحظة جدا مهمة، دائما نرسم في حالة الكيس الاولى او الكيس الثانية دائما نرسمها بدلالة من هو ماينس كي اكس داش على كي واي داش، وبالتالي فاني لازم احول الماينس كي اكس على كي واي الى ماينس كي اكس داش على كي واي داش. وهاي شلون احولها؟ طبعا احولها بالقوانين اللي هي تربط الثوابت الكوفيشنت بالمحاضرات السابقة. فنلاحظ العلاقة اللي تربط بين الكي واي والكي واي داش هي هاي العلاقة، وبين الكي اكس والكي اكس داش هي هاي العلاقة، وبالتالي راح احول الكي واي والكي اكس الى كي واي داش وكي اكس داش. بنعوضها بالمعادلة السابقة بالسلايد، فراح تتحول المعادلة بهاي الصيغة، فأصبحت هاي المعادلة تستخدم وين؟ في حالة الكيس نمبر 2 اللي هي يوني مولكولار ديفيوجن، معناتها الليكويد فيس ما ينتشر بالغاز فيس. ماكو مشكلة، هو تحولت وصارت بأنه المعادلة بدلالة الثوابت اللي كي اكس داش وكي واي داش. احنا هو الغرض من عندها مثل ما قلت لكم هي ايجاد المول فراكشن اللي تلاحظوا هسه الشرطه هو الواي اي اي والاكس اي اي. دائما يعطينا اياها بالسؤال، ايش يعطينا؟ يعطينا الواي اي اللي اقصد بيه الواي اي بالك، والاكس اي اللي اقصد بيه اكس اي بالك،
وقيمة الثوابت الكي الكي سواء كانت بها داش ما بها داش أنا أقدر، هو لازم يعطيني ثابت معين أقدر أحوله بالعلاقات الرياضية اللي أنا حفظتها ضمن الجداول بالمحاضرة السابقة، لازم أحولها إلى كي إكس داش وكي واي داش. شنو عندي أني هسه؟ هذا ظهر لي اللي هو اللوج المين مول فراكشن at gas phase و at liquid phase، يعني XAI log المين و YA log المين. شنو المشكلة؟ ظاهرية ماكو مشكلة، بس من أريد أباوع اللوج المين، لوج المين مول فراكشن لل XI واللوج المين مول فراكشن لل YAI، ألاحظ شنو بقانونه من أريد أحسبه، يعني طبعا هو اللوج المين أنا أحسبه دائما مو يعطيني إياه، فلازم من أباوع علي القانون مالتهم. شوفوا إيش موجود، شوفوا إيش موجود، موجود الانترفيشيال مول فراكشن اللي أنا أصلا دا أريد أحسبهن، يعني معناتها أكو مجاهيل بالطرف الأيمن وبالطرف الأيسر من المعادلة، وهاي من الصعب حسابها. إذن الـ XAI والـ YAI اللي أنا أريد أحسبها هي ظهرت مو فقط بالطرف الأيمن من المعادلة، أيضا ظهرت بالطرف الأيسر من المعادلة ضمن اللوج المين، إذا شوفوها بالأسفل. وبالتالي فإذا طريقة الحل بالبداية تختلف، بس كطريقة خطوات الحل هي نفسها اللي أخذناها بالكيس الأول. زين شلون أوجدها؟ شلون أبدي بالحل؟ هسه راح نتعلم شلون راح نوجد بالحل، شلون راح نوجدها. بما أنه أنتم تلاحظون طلاب بأنه قيمة الـ XAI والـ YAI هي مجهولة بالطرفين المعادلة وبالتالي صعب حسابها، الخطوات اللي حل هي كالآتي طلاب. خطوات الحل ضمن هاي الموجودة الخمس خطوات ضمن هذا السلايد. أول خطوة نبتدي بيها هي شنية، راح نفرض قيمة لوج المين مول فراكشن بالنسبة للغاز فيس واللوج المين مول فراكشن بالنسبة للليكويد فيس الموجود ضمن معادلة بالطرف الأيسر من المعادلة، نفرض قيمتها كل واحدة نفرض قيمتها واحد، نفرض قيمتها واحد. طلاب راح أروح على الرسم أبدي أرسم، يعني أشرح ووراها أرسم أنا بدي يكون واضح قدامكم أكثر. قلنا طلاب بأنه أنا إيش صارت عندي المعادلة، راح أخذ فقط الطرف الأيسر من المعادلة ماينس شنو الكسر هذا كي إكس داش على منو على اللوج المين أي آي على كي واي داش على اللوج المين للمول فراكشن واي. شو راح اسوي؟ راح ابدي افرض قيمة هذا هو شنو واحد وهذا واحد. ايش راح يصير عندي طلاب؟ من افرض قيمة واحد راح يبقى لي شنو ماينس كي اكس داش على كي واي داش. إذا معناتها شنو صار عندي من فرضتها بالبداية واحد، أول خطوة قلنا نفرضها واحد، من فرضتهن واحد هذا التعبير راح يشبه عندي، يشبه نفس التعبير مال الكيس رقم واحد اللي هو في حالة الأكيومولار كاونتر ديفيوجن، أنا هذا مطينية وهذا مطينية وجدتها، فهسه راح أبدي وراها أشتغل نفس الخطوات مال الكيس رقم واحد اللي هي بأنه راح أبدي أول مرة أرسم الإكوليبريوم، بعدين ثاني مرة إيش راح أسوي؟ راح أعين النقطة B اللي هي مين جاية لنفرض من الـ XA bulk اللي هو رمزنا له XA، ومن منو من الـ YA bulk اللي هو رمزنا له شنو؟ رمزنا له YA، من هاي النقطة راح أعينها تقريبا راح توقع هنا مكانها. هذا هو الـ P النقطة اللي هي إحداثياتها XA bulk YA bulk، ونفس الطريقة ايش راح اسوي؟ راح اخذ بانه اسوي للحد اللي هسه هو هذا اسوي له شنو؟ تا
تعني الانفيرس ثيتا، وحطلع قيمة الثيتا، ومثل ما قلنا 50 تقريبا. اجي هنا اخلي المنقلب بالعكس والخمسين هياتا، واجيب مسطرة واجر من هاي النقطة الى الخمسين، اوقف هنا. ونفس الحالة عمودي وافقي راح اطلع منه قيمة الـ اكس اي اي، هاي النقطة وهاي النقطة هو من ايه واي اي اي. اذا حصلت هسه منه اكس اي اي واي اي اي، بس على شنو؟ ضمن فرضية شنو؟ اللوج المين مول فراكشن اللي هذا اللي موجود بالماينس كي اكس على كي واي داش، الواي لوج المين فرضتها قيمتها شنو؟ واحد. فطلعت لي من الرسم اكس اي اي واي اي اي، بس هاي القيم غير حقيقية. هاي محاولة رقم واحد، هاي المحاولة شنو؟ رقم واحد، هاي القيم غير حقيقية. لازم ارجع هسك شكمل، ارجع شو اسوي؟ ارجع هالمرة اروح على قوانين حساب منو. بما انه اني وجدت قيمة الـ XAI والـ YAI من الرسم، ارجع على قانون يقول الـ XAI العفو الـ XAI بالضبط log المين شنو قانونه اللي هو الكسر اللي موجود بذاك السلايد، والـ YAI log المين يساوي، راح اوجد قيمهن هالمرة، اوجد قيمهن لان انا عندي قيمة الـ XAI والـ YAI بالضمن الفرضية، بس عندي كقيم يعني تقريبا قريبة، اجي اعوضهن وين؟ ضمن قانون الـ XAI log المين و YAI log المين، راح اوجد قيمها. ارجع هالمرة اعوض عن الـ KX داش على اللوج المين XAI log المين، و KY داش على لوج المين واي اي اي، العفو هذا واي. لانه هذا حسبته وهذا حسبته منا، هذا منا وهذا منا حسبته، راح اوجد القيمة كلها، وراح اوجد نفس الحالة وراها التان انفيرس، وبعدين اللي هي الثيتا، وراح اوجد معناتها قيمة جديدة للثيتا، ارجع مرة ثانية اعوض اخليها، شوف وين قيمتها اعوضها. هالمرة الزاوية راح تختلف، لنفرض راح توقع هنا، وراح اوجد قيمة جديدة المن للـ XAI والـ YAI. علميا المفروض استمر احتمال 3 محاولات 4 محاولات الى ان اوجد الفرق بين قيمة الـ XAI الجديدة عن الـ XAI القديمة اللي وجدتها قبل الخطوة هاي، وهكذا بالنسبة للـ YAI الى يكون الفرق اقل بنسبة 10% لكل قيمة، يعني الفرق بيناتهم 10%. بس لانه ضيق الوقت بالنسبة لكم طلاب حتكون فقط محاولتين، يعني مرتين تطلع الزاوية مثل هسه شرحت وجدت قيمة الـ XAI و YAI للمرة الثانية انتهى، حتى لو كان اكو فرق اكثر من 10%، فقط محاولتين تسوولي، وتعتمدون على تعتمدون عن قيمة الـ XAI والـ YAI الجديدة اللي حصلتها الثانية، اللي هو حسب ما يطلبها طالبها بالسؤال، واحتمال طالب وراها ايجاد قيمة الفلاكس الـ NA مثل ما تعلمنا بالكيس الاول، شلون حسبنا الـ NA ورا ما وجدنا اذن الـ Interfacial Mole Fraction اللي يقصد به الـ XAI والـ YAI. هي تقريبا طلاب نفس الكيس الاولى، بس الفرضية البداية نفرض قيمة اللوج المين بالنسبة للإكس والواي واحد، ونشتغل طلعنا إكس أي أي واي أي أي، ناخذها وين نعوضها؟ باللوج المين إكس والواي، أوجد لوج المين إكس واي عوضها بالقانون، راح أوجد قيمة السلوب الثاني والزاوية الثانية، وارجع أطلع إكس أي أي واي أي أي ثانية. هاي من طلعت الثانية انتهى الحل بالنسبة لقيمة الانترفيشال مول فراكشن، وكمل اذا هو مطلوب عندنا شيء اخر بالسؤال.
هاي كان الطلاب طريقة حل الكيس الثانية اللي هي يوني مولكولر ديفيوجن، وبهذا نأتي إلى نهاية المحاضرة الثامنة. أستودعكم الله ولقائنا في محاضرة جديدة.